مهسسه شادي بدنا نهدي العبد الله الناشط في مجال السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بالتاكيد راح يحكي لنا عن اخر التطورات التقنيه في عالم التكنولوجيا والهواتف النقاله على وجه التحديد الايفون 10 او اكس اللي من شركه ابل. ميزاته شو هو؟ شو هالجنون اللي صار في عالم التكنولوجيا؟ صباح الخير يا شادي. صباح الورد لك. صباح الخير دائما بتحكي لنا. احنا اليوم دورنا صباح الخير. صباح الخير شادي وخالد. الله يسعدك شادي. يعني انطلق الإعلان وكان في ترقب كثير وزخم إعلان من قبل شركة أبل. إيش الجديد اللي حمله آيفون إكس؟ شركة أبل لما أطلقت هذا الهاتف إنه هي كانت ما بدها تطلق بس مجرد هاتف ويلا السلام ونكمل بعديه سلسلة هواتف. إجا آيفون إكس أو 10 بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء شركة أبل وإطلاق أول هاتف منذ عام 2007. آيفون 10 هو فعلا ثورة في عالم التكنولوجيا، مش بس الهواتف، أيضا هون أبل بتنافس شركات الكاميرات الأخرى المحترفة ورح نيجي عليها بالتفصيل قدام شوي. شركة آيفون إكس أو 10 بيجي بشاشة منحنية الأطراف كاملة على جميع الواجهة الأمامية عدا منافذ السماعة والكاميرا الأمامية، وأيضا هون أبل تخلت عن زر الهوم اللي كان يميزها عن أجهزة السابقة وبيفتح القفل عن طريق النقر على الشاشة أو سحب الشاشة إلى الأعلى. وأيضا في ميزة جديدة وكليا جديدة على الآيفون وهي بنفتح التليفون عن طريق بصمة الوجه. وهون كثير نشطاء السوشيال ميديا أصدروا نكات جديدة إنه الواحد صار يغطي وجهه وهو ماشي بالشارع أو هو نايم خوف إنه يفتحوا الجوال عن طريق بصمة الوجه. صحيح صحيح. يعني طب ميزات أكيد رح نحكي عنها كلن على حدة، لكن إذا بدنا نتحدث عن النقلة النوعية من الآيفون 7 و 7 بلس حتى الآيت ما لحقناش نحكي عنه، ما لحقوش الناس يشتروه أساسا، صرنا عمالنا بنحكي عن الآيفون 10 أو الإكس. بالنسبة للمميزات التالية شادي، يعني إذا بدنا نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج مواقع التواصل الاجتماعي، شو ميزاتها في هذا النوع من الآيفون؟ آيفون إكس مناسب جدا لنشطاء سناب شات إنستغرام، خاصة إنه شركة آيفون أدركت مؤخرا إنه العالم كلياته بروح لاتجاه التصوير. يعني حتى الفيسبوك أتاح خاصية الستوري، الماسنجر، الواتساب، في الستوري بده تصوير بشكل مباشر. فلهون شركة أبل طورت من كاميراتها وزي ما حكيت بالبداية تنافس فيها شركات كانون ونيكون. حتى مثلا الكاميرا الأمامية بتيجي بسبعة ميجا بكسل. نعم. بس الاحتراف إجا بالكاميرا الخلفيه ب 12 ميجا بكسل وبتيجي معها عدستين، عدسه واسعه الزاويه بفتحه عدسه 1.8 وعدسه مقربه للمسافات 2.4. يعني حتى الفيديو الترويجي للكاميرا لموضوع الكاميرا كان انه الانسان والمتابع بامكانه انه يشتغل تعديل خرافي. يعني صحيح. يعني سابقا كنا نضطر لا صحيح. بدنا ننقل على اجهزه الكمبيوتر نفوت على برامج متخصصه، حاليا هذا بمكنك. صحيح. كمان شركة أبل بالكاميرا أتاحت خاصية تصوير البورتري، تصوير الأشخاص بوجه بدقة عالية وبعدة فلاتر موجودة مع الكاميرا، يعني كأنه بالضبط هذا صحيح. الإنسان يعني بتعطيك نفس الصور الكاميرات الاحترافية بدقة عالية، وحتى إمكانية وضع رسومات وكاركتير أنيميشن بواقع افتراضي 3D. أنا هي كنت رح أجي لها قدام تسبقت عليها. هون أتاحت خاصية إنيموجي. الإنيموجي خاصة إنه الرموز التعبيريه الايموجي هسه تطورت صارت انيموجي. فكل واحد فينا بيستخدم الواتساب وبرامج التواصل وبيبعث ايموجي للاشخاص. فبتكون الايموجي كيف بارده انه ما فيش فيها تفاعل، فيش حركه. صحيح. فشركه أبل قفزت وسبقت جميع شركات الاتصالات المنافسه لها واتاحت خاصيه الانيموجي. مثلا انا بكون ابعث شكل قلب لواحد بقدر ابعث تعبير وجهي له، بضحك مثلا، ببتسم، عابس شوي. يعني شو بتتصرف هو. أيوة بيتصرف. أيوة. هذا الرمز فبنقل مشاعرك للشخص الآخر. فهيك شركة أبل قربت الناس من بعض أكثر ووضحت مشاعرهم بشكل أكثر. فخاصة مثلا في ناس تبعتي لهم وجه المبتسم بيحكي لك هذا ما بحبه، وجه خبيث. إنه ابتسامة هيك صفرة خبيثة. بس كسرت الجمود. أيوة كسرت الجمود وأتاحت خاصية الإنيموجي اللي تعد ثورة كبيرة. ونشطاء التواصل الاجتماعي يعني من يومين بس بيحكوا عن هذه الخاصية. طب إذا بدنا كمان نحكي عن
انه قديش صار منتشر يعني هل حاليا بدأوا الناس بشراؤه ام لا يزال لسه يعني طرح جديد؟ شركة أبل عملت ايفنت وطرحت ميزات الهاتف، لكن فعليا ببدأ الحجز من 23/10 نحجز ايوه حجز المبيعات اللي بده يحجز. وفي ناس من هلأ بلشوا طوابير وفعلا بيستأجروا شخص يوقف بالطابور بدالهم، كمان بالدول الصين واليابان خاصة طبعا لأنه بتنافسوا مين أول واحد ممكن رح يحصل عليه. الهاتف رح يبلش من 4/11. طب شادي السعر المتوافر في دول برا ومتوقع كم يكون عندنا؟ بالسعر بأمريكا الولايات المتحدة راح يبلش من $1,000 from $1,000. كمان بيجي معاه شحن لاسلكي، شحن لاسلكي بباع يعني يباع كملحق إضافي. فهون بعض الناس حكوا إنه شركة أبل غشتنا إنه حكت فيه شحن لاسلكي بس بالآخر اكتشفنا إنه منتج إضافي. يعني بده يدفع مصاري أزيد. السعر ببلش من $1,000 لذاكرة 64 جيجا، أما 256 جيجا ببلش من $1,100. بيجي من لونين، لون أسود ولون الفضي اللي بسموه الفضائي. متوقع أنه يكون بالشكل تقريبا هو بالشكل لسه ما لحقناش نحسبها لأنه تعرف تختلف من الجمال حسب كيف لما بيصلوا، بس بالإمارات راح يباع ب 4100 درهم تقريبا، يعني احنا نزيد لنا كمان 1000 شيكل تقريبا يعني 5000 ونص هيك شيء بهالحدود. بس هو كمان شادي طرق لنقطة مهمة إنه أي زيادة بتكون في عليها دفع، يعني سواء بالشاحن سواء بالذاكرات وما إلى ذلك من المستلزمات. إذ اليوم لسه يعني جديد إنه شاحن اللاسلكي راح يكون متاح للجوالات السابقة مثل 6 6S 7 7S وإلى آخره، ويباع كملحق يعني إضافي. ويمكن كيف أسعاره الشاحن اللاسلكي؟ هي بتصير انه في شواحن اصليه اللي بتجمع الايفون فيمكن تيجي اغلى شوي، يعني بتوصل $100 بس بعديها هيك في شركات راح تصنع شواحن يمكن زي يكون مزيفه التقليد. بسعر اقل بس دائما اضمن انه الواحد يستخدم الشاحن من الشركة الاصلي الأم. صحيح. وهذا اللي دائما قبل بتركز عليه لما تبيع جوالاتها انه اشتروا الاكسسوارات الاصليه منها مع بعض على سلامه الهاتف. صحيح. طيب شادي بتفكر بالايفون 10؟ والله مش غلط، بس سمعتنا الوالدة هسه بتقول بطل يتجوز. طيب شادي دشرك من الايفون تجوز اريح لك. في كمان هواتف اخرى تم اطلاقها. صحيح. هو تم اطلاق ايفون 8 و8 بلس وكمان 7S و7S بلس، بس انه ما اخذت كتير صدى بالسوشيال ميديا لانه في كتير ميزات تشبه الميزات الهواتف السابقة، بس التعديل بيجي مثلا بالكاميرات او بالرامات ذاكرة الوصول العشوائي. بس الثورة كانت فعلا بايفون اكس، وشركة أبل راهنت عليه وكسبت الرهان لحد الآن، خاصة بالخواص الجديدة اللي أطلقتها. كمان في شغلة نسيناها إنه تصوير الفيديو بيجي بتقنية 4K مثل الآيفون 7، لكن الجديد إنه بتقدر الواحد يصور 60 إطار بالثانية، في حين إنه آيفون 7 بيصور 30 إطار في الثانية، ويعني ذلك وضوح أكثر وكمان يعني حتى صورة أوضح عن الفيديو. نحكي كمؤسسات إعلامية بنصير نستخدم الجوال. صحيح. ككاميرا في هذا المزايا. وفعلياً بي بي سي بدأت بتصوير التقرير منذ آيفون 6. بي بي سي مالتي ميديا. صحيح مظبوط. لانه كمان انه حابه توصل لكثير مناطق بالعالم ومش قدره اي واحد يشتري كاميرا احترافيه فبصور على الايفون. اذا الايفون وكل الهواتف النقاله هي ثوره في عالم التكنولوجيا، فاغتنموها بالايجابيات وكونوا على حذر في شرائها، من يجب ان يكون الشراء من المصدر الام وليس من اي مكان، لانه في بيوقع في مطبات. صحيح. منها بيكون فيها خلل، منها بيشتغل ومنها مشاكل. لما نحكي عن أجهزة تقنية بسعر وتكلفة عالية فبدك تدير بالك حتى تكون في كفالة وضمانة دوما على كل شيء. شادي العبد الله الناشط في مجال السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. نشوفكم بأيفونات جديدة إن شاء الله. إن شاء الله نشوفك عريس مش بأيفون جديد. الله يخليك، ولا بده تحويش كتير هذا عشان تشتري.